الكهرباء هاي مشكلة مش جديدة، يعني الكل بيعرف قد كم سنة صار لها ومن الشعب والناس بتعاني منها. البلدية بقول يعني بين فترة والثانية بقول لك عملنا صيانة خطوط جديدة. طيب إذا خطوط جديدة وين الكهرباء؟ ليش تنقطع الكهرباء؟ معناته في خلل. طيب هسا البلدية بتحكي لك حكي، لو رحت رجعت رئيس البلدية الحالي أو اللي قبله أو اللي قبله بحط الحمل على إسرائيل، إسرائيل بقول لك بتحملها على السلطة، ما حدا عارف وين الصح في الموضوع. زاد إنه في عنده نقطة مهمة جدا، إنه المواطن نفسه بيلعب دور كبير في هذا الموضوع. يعني أنا عندي مكيف واحد، مش ضروري بقية البيت يكون كله مضوى، يعني بطفي بيصير ترشيد استهلاك سواء في الكهرباء أو الماء. يعني شوفي لو كل واحد قاعد بغرفة وضوى الغرفة كل واحدة طفى بقية البيت حيصير توفير استهلاك. زائد الإضاءة للشوارع بالليل، أنا إضاءة إطفاء النار بالشوارع بالليل ما بأيدهاش لأنه ممكن تسبب مشاكل كثيرة للعالم. المشكلة في البشر، في المواطن نفسه إذا عنده وعي وثقافة شو معناه ترشيد استهلاك سواء في الأكل في الكهرباء في الماء في الشرب في كل شيء. لكن مع الأسف الشديد نفتقر لهذه الثقافة حتى في رمي الزبائن أو شيء نعيب البلدية عليها. لا، المواطن نفسه بيلعب دور كبير في هذا الموضوع. يعني هم قاعدين بيقعدوا كل سنة عن سنة إنه منا نشتري قوة كهرباء لطول كرم ودافعين مصاري ومش دافعين مصاري. طب هم معاشات الموظفين لحد مش معطينهم لحد الآن. يعني الواحد مش عارف الخلل منين، مش عارف يعني يختار الخلل من أنه واحد فيهم، وإن شاء الله خير. بالنسبة لانقطاع الكهرباء فعلا من الضرر كملحمة حباش أو لحوم بشكل عام، عندنا ضرر كبير. ليش؟ انقطاعها بيأثر على اللحمة، منها بتضرب اللحمة ونتعرض لخسائر كثيرة. احنا بنوجه نداء للبلدية انهم يعملوا بديل، يجيبوا مولدات كهربائية، ما فيش مولدات كهربائية، يجيبوا اقل ما فيها يستخدموا الطاقة الشمسية. اليهود مش راضين يعطونا عدد امبيرات بزيادة، يشغلوا الطاقة الشمسية، في خلايا شمسية ممكن يحطوها على مزارع دواجن في محافظة طول كرم او على المجمعات السكنية. يعني بنقدر نستخدم هذه الامور بنوفر على الناس ونعم طاقة بديلة، بدل ما احنا نظلنا نعاني من هذه المشكلة كل سنة نعاني منها. اليهود ما اعطوناش عدد امبيرات، اليهود ما اعطونا. طب احنا كبلاحم او لحمة او الناس العاديين بدهم يرشدوا الناس على عدم استهلاك على استخدام المكيفات. طب ما الجو حار، كيف بدهم مش يستخدموا المكيف؟ وهذا بنعاني ونوجه لهم نداء انهم يعطونا بدائل. لو نظرنا الى الاعوام السابقه ما كان في قطع كهرباء. ليه؟ بعدم كثافه سكانيه وعدم مجمعات عدم مقرات. الان في كثافه سكانيه، في عمار ما شاء الله تبارك الله، فكل هذا بده اخذ من الناس الثانيين. طبعا الجانب الاخر الجانب الاسرائيلي ما بعرف كيف شغل البلديات وزاره الحكم المحلي، هي بتشتري كهرباء من الاسرائيليين او بتشتروش؟ دائما احنا بنحط شماعنا. اما يجب انهم يعملوا حل جذري من قبل الاسرائيليين انه عم هاي المدينه دائما فيها قطع كهرباء، في هناك تضرر في المصانع في الشركات في حتى في البيوت في الادوات الكهربائيه. لما بتقطع الكهرباء بتضل تيجي في هناك ادوات كهربائيه قاعده تحرق. طب الانسان اليوم الله بيعلم كيف بجيب الثلاجه ولا الغساله ولا التلفزيون بيكون منهري على مين هاد؟ طب ما هو مسكين بالاقساط، الله بيعلم كيف جابهم حتى يدفعهم. فهناك يجب ان يكون من المسؤولين العامين عندنا بالسلطه يكون حل جذري من قبلهم مع الاسرائيليين بشراء بعرفش كم وات كم مج، يعني حتى تنحل هاي المشكله. اما المشكله موجوده انه في هناك تكاسل سكاني معماري بنيان مجمعات، وهذا كله في الحسبان برضه. احنا بنعاني من انقطاع التيار الكهربائي في مدينة طول كرم من 40 ل 42 سنة بنعاني. انا مش فاهم قديش اتعاقب على بلدية طول كرم رؤساء بلدية، قديش اتعاقب وزارات، اجت سلطة واجت حكومات واجت مش عارفين يحلوا هاي المشكلة. انا مش عارف ليش مش عارفين يحلوها، مش قادر يعني افهم. مصاري موجود، كل شيء موجود، الأيدي العاملة موجودة، الأمانات ومش عارف شو موجود. طيب إحنا لو بتقطع الكهرباء وبكلونا إنه بدنا نقطعها مثلا من الساعة كذا للساعة كذا ولا تضلي أمي، أما هو
كل نص ساعة بتقطع، خمس دقائق وبتيجي، دقيقتين وبتيجي، ثلاث دقائق. لهذا السبب احنا صار عندنا اول اشي عندي في المصنع انحرك مطورات اثنين انحركن. طب انا انا بعوضني ربنا. طيب الضريبة بترحمني انا، انا هاي مثلا هاي امانات يوم الجمعة بالليل، بهاي الجمعة من القطع والرجوع الكهرباء وقطع ورجوع انحركن امانين. انا كل الكهربجي بس رحمة ربنا كانت موجودة عندك، وإلا لو فكع انحرك المحل كلياته. طب انا لمن ينحرك المحل كلياته؟ يعني انا اللي بده عوضنا. عيب هالكد، عيب عيب. وفروا كهرباء، خلوا الناس تعيش مزبوط، احنا بندفع مسبق. يعني انا اليوم، اليوم بالذات انا يعني موعود معاكم، انا مش موعود معاكم، انا اليوم بالذات 6000 شيكل شاحن كهرباء للدار وللمحل وللمصنع. طيب انا لمن 6000 شيكل دافعهن اوريدي مدفوعات؟ طب وين حقي في الكهرباء؟ وين حقي في الكهرباء؟ ولهو بس يعني بس انتو الدولة بدها وما بدهاش تعطي، ما بزبطش، بزبطش يعني بنعيشش هذا العيشي. بأثر علينا انقطاع الكهرباء كإحنا كمخابز، انه اول ما تقطع الكهرباء بنحرك اعداد كبيرة من الكماج بالفرن، ولانه بوقف الكهرباء على الشرشيرة تبعها، غير انه بنقطع على مثلا لما يكون عندنا كعك او فينو في التيربو تاع الخبيز، بتروح منا كميات كبيره من الخبز وبتروح من كميات كبيره من الفينو من الكعك. وغير هيك انه القطع المتكرر والترميش اللي بحكوها بأثر علينا في الثلاجات تاعت العجين وثلاجات المي، وانه مثلا بصير شورت مثلا القطاعه العجين حكها مبلغ كبير، اذا صار فيها مثلا انحرك فيها فيوز بكلف الاف الشواكل. غير عن هيك مثلا كسوبر ماركت الثلاجات شغل اطفي شغل اطفي، برضو بنحرك المحولات تاعت الثلاجة، وبأثر عنا بشكل كبير انه قطع الكهرباء عن المتكرر هذا اللي بصير. الحقيقة انه هي الأزمة اخف من العام الماضي، طبعا بجهود الاخوان اللي قبلنا يعني تم اصلاح وترتيب كثير من الامور، وفي عندنا احنا 150 امبير اتفقنا مع شركه الكهرباء الاسرائيليه ودفعنا رسومها، وان شاء الله قريبا جدا راح تزود بها مدينه طول كرم، وهي بتحل الازمه هذا الصيف والصيف القادم. يعني طبعا في حلول استراتيجيه بعيده المدى، هاي بدها بحث طبعا، بدها شغل. اما انيا احنا ان شاء الله يعني في القريب جد قريبا انه ال 150 امبير راح تشبك على تضاف للشبكه وتحل الازمه. بس هاي الأزمة اللي موجودة في كل الضفة الغربية، يعني مش عنا لحالنا. الارتفاع الشديد للحرارة بيخلي الناس يستهلكوا الكهرباء أكبر وأكثر، وهذا عبء طبعا. إحنا يعني بدهم المواطنين يصبروا، يعني مش يعني إذا بتقطع الكهرباء عن منطقة ساعة ساعتين ساعتين ونص يعني يتحملوا، لأنه إذا ما قطعناش كهرباء عن هاي الأحياء أو بالترتيب طبعا راح تقطع الكهرباء، يعني ينزل أمان عن جميع المدينة. فبالتالي بدها صبر وتعاون ان شاء الله. المتهم الرئيسي في مشكله الكهرباء هو هذا الاحتلال الاسرائيلي، ولكن لا يعني ذلك اننا لا نحسن التصرف في استخدامات الكهرباء، اللي سواء كان من المؤسسه الرسميه او من المجلس البلدي او ايضا من المواطن اللي يجب ان يكون سيده الموقف هو الترشيد، هو اسلوب الاستخدام للكهرباء. سويا إن شاء الله ننهض بهذه المحافظة.